في الفترة الأخيرة واجهتني مشكلة كبيرة مع سماعتي الخاصة بالألعاب، فقررت إن أنا أشتري لي سماعة جديدة ما يكونش فيها المشكلة دي، وطبعا في الفيديو هوضح لكم إيه المشكلة اللي واجهتني. المهم بحثت عن أفضل سماعة بحيث إنها تكون أفضل قيمة مقابل سعر، فاشتريت السماعة دي، دي بلادي جي 437، ودي تعتبر أفضل سماعة فئة سعر 500-650 جنيه. المهم في الفيديو هتكلم عن كل المميزات اللي دفعتني لشرائها. يلا نبدأ الفيديو. اول واهم ميزه معانا وهي الصوت. السماعه بتاعتي بسبيكر 40 مليمتر، يعني طول القطر الخاص بالدرايفر 40 مليمتر. نوضح اكتر، السماعه بتشتريها الموبايل ب 15 و20 جنيه، دي بيكون طول الدرايفر ما بين 8 ل 15 مليمتر، والرقم ده كل ما يزيد بتحصل على صوت افضل واقوى واعلى، فرقم 40 ده رقم كبير جدا. ويفرق بين السماعه والتانية الخامات، فالخامات الخاصه بالسماعه دي ممتازه جدا، يعني الغشاء الخاص بالدرايفر معمول بالليزر، والأسلاك المستخدمة ألومنيوم مغطى بالنحاس، والمغناطيس يعتبر من أفضل أنواع التجارية في العالم. ده غير التصميم الخاص بالسماعة بيساعد في تحسين جودة ونقاء الصوت. بصراحة الأداء الخاص بالصوت في السماعة دي ممتاز جدا. كمان تقدر تتحكم في مستوى الصوت عن طريق بكرة موجودة خلف الأذن اليسرى. تاني ميزة معانا وهي أن السماعة دي محيطية افتراضية 7.1، يعني إيه؟ يعني تقدر تسمع الأصوات المحيطة بيك من 7 اتجاهات، يعني لو واحد ماشي على معدن او على عشبة او على خشب يمينك هتقدر تسمع صوته يمينك، ماشي وراك هتقدر تسمع صوته وراك، طبعا اللي هو صوت ايه؟ خطوات رجليه. فبصراحة هتحسن تجربتك جدا مع الالعاب، وانا شايف اداها بصراحة محترم جدا لما جربتها، وخصوصا في الفئة السعرية دي مفيش اداء افضل منها. تالت حاجة معانا وهي المايك. المايك الخاص بالسماعة دي ممتاز جدا، ومزود بخاصية نويز كانسلنج اللي بتتيح ليك عزل الضوضاء المحيطة، وكمان تقدر تتحكم في كل خصائص المايك عن طريق البرنامج الخاص بالسماعة، عن طريق ان انت ممكن تعمل ميوت او تتحكم في الحساسية عشان تحصل على افضل جودة صوت ممكنة. وانا جربته في الديسكورد وفي الالعاب وكان جودة الصوت ممتازة جدا، وان شاء الله راح انهي الفيديو بتجربتي لصوت المايك. الخامات، الخامات الخاصة بالسماعة دي ممتازة جدا، يعني بتاعتي بدول سبورت ميتل يعني معدن، وبصراحة الخامات ما عنديش اي تعليق سلبي بخصوصها لان الخامات الخاصة بالسماعة دي ممتازة جدا. ميزة رقم 5 وهو السلك. انا لو وضعت السلك بميزة لوحدة ما وضعتوش مع الخامات لانه يعتبر السبب الاساسي اللي خلاني اشتري السماعة دي. وكمان هجاوب سؤال تاني، انا ليه اشتريت السماعة دي رغم ان انا معايا سماعة تاني؟ انا اشتريت السماعة دي لان السلك الخاص بسماعتي القديمة ضعيف جدا وبتشبك كتير، وكمان على وشك انه يتقطع، وزي ما واضح امامكم انا لفه بشريط لاصق. اما السلك الخاص بالسماعة دي سلك قوي جدا ومتين، وكمان في ميزة بتمنع التشابك، ومن مظهره وملمسه وتحس انه ايه؟ جلد صعبان. فبصراحة السلك الخاص بالسماعة دي ممتاز جدا، ده غير كمان انه طوله طويل، يعني السلك ده 180 سم. فبصراحة السلك الخاص بالسماعة دي ممتاز جدا ويعيش معاك لفترة طويلة بدون اي مشاكل. رقم 6، الراحة في الاستخدام. السماعة دي مريحة جدا في الاستخدام لفترات طويلة، وده بيرجع لاكثر من سبب. اول سبب معانا هو الهيد باند اللي هي الحتة اللي فوق دي. الهيد باند مصنوعة من الجلد وخامتها محترمة جدا، ده غير كمان الهيد باند بتتأقلم مع أي حجم الراس، بالتالي السماعة دي مهما كان حجم راسك هتتأقلم معاك. تاني حاجة، المخدات المستخدمة في السماعة كبيرة جدا وبتعطيك الراحة في الاستخدام لفترات طويلة، وخصوصا لو انت بتلبس نظارة مش هتواجه أي مشاكل.
وكمان بتعطيك تجربة أفضل في عزل الضوضاء المحيطة. فبصراحة السماعة دي مريحة جدا في الاستخدام لفترات طويلة. رقم 7، السماعة تقدر تنزل لها برنامج سوفتوير من الموقع بيتيح لك التحكم في كل خصائصها، من البروفايلات، من المايك، من الصوت المحيطي وكل ما يخص السماعة، وطبعا دي حاجة حلوة جدا. ميزة رقم 8، وهي ان السماعة دي بتدعم الليد لايت، يعني الاير كاب دي بتنور اضاءة على شكل لوج بلادي بسبع الوان مختلفة، وطبعا دي بتضيف لمسة جمالية حلوة جدا للسماعة. ميزة رقم 9 والاخيرة، وهي الضمان. الضمان الخاص بالسماعة 18 شهر من الوكيل في مصر، وده طبعا دليل كبير جدا على ثقتهم في المنتج الخاص بيهم. وانا بشتري السماعة دي من متجر اسمه باركود اي، ودول ناس محترمين جدا، وهترك رابط شراء السماعة من متجرهم في سوق.com في وصف الفيديو. المهم حاليا، هل انصح بشراء السماعة دي ولا لا؟ بصراحة انصح جدا بشراء السماعة دي. مفيش سماعة بالامكانيات دي فئة سعر 500-650 جنيه، يعني انتوا شايفين سماعة اللي ب 1200 جنيه سلكها كان عامل ازاي. المهم حاليا ننهي الفيديو بتجربة صوت المايك الخاص بالسماعة. حاليا بتكلم من المايك الخاص بالسماعة، واعتقد الصوت مقبول جدا في الفئة السعرية دي. المهم بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروا الفيديوهات القادمة. سلام.